السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، أتمنى تكونوا في أفضل حال. درس اليوم بتجاوب فيه على أحد الاستفسارات اللي وصلتني في التعليقات، وهي طريقة إضافة كاستم روم تاج للفينشز أو التشطيبات في برنامج الرفت المعماري. في درس سابق شرحنا طريقة عمل كاستم روم تاج يعرض فيها الدايمنشنز أو الأبعاد للغرفة كطول وعرض، وتكون أوتوماتيك، يعني لما تكبر أو تصغر الفراغ يكون التغيير مباشرة على الروم تاج. لو تحب تشوف الدرس ظاهر لك الرابط في كارد على أعلى الشاشة، حطيت لك رابط الفيديو في الوصف، أيضا حطيت لك في الوصف رابط تحميل الفاميلي اللي بنشتغلها في هذا الدرس لو تحب تحملها مجانا. هذا الدرس بيكون بسيط والخطوات جدا سهلة، وممكن نستخدم رموز أو أرقام للإشارة المواد التشطيبات. في درس قادم إن شاء الله بيكون طريقة عرض أو برزنتيشن مختلف، يكون أكثر للمشاريع الصغيرة، المنازل أو الريزيدنشال بروجكت، بحيث تكون كل التشطيبات مكتوبة كتكست على المخطط في كل غرفة. فلو تهمك هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك تنبيه وقت نزول الفيديو. أما الآن بننتقل للرفت ونبدأ الفيديو. بنخلي الروم تاج قريبة من هذه الصورة بحيث ان نحط اسم الغرفة في الاعلى، بعدها نحط التشطيبات بهذا الشكل انه الفلور فينيش يكون مثلا في اليسار، بعدها الوول، بعدها السيلينج، بعدها البيس. نبدأ بالخطوات، طبعا نبي نبدأها في فاميلي، ومن المهم ان نختار التمبلت الصح للفاميلي بحيث انه نبدأ الشغل بطريقة صحيحة، وهذه الخطوة جدا مهمة ان نختار التمبلت الصحيح للفاميلي. فنروح للفايل، بعدها نروح للنيو، ومن هنا ننزل على طول ونختار annotation simple، وممكن تضغط على family بعدها تدخل على الملف او الفولدر اللي هو الانوتيشن، نضغط عليها وبعدها بنختار metric room tag اللي هي هذه، ونضغط على open. طبعا احنا عندنا المساحة هنا كلها بيضة، ولو رسمنا ممكن نرسم شكل كبير ويكون اكبر بكثير من الغرفة، من الأفضل إنه نغير الدايمنشن، نضغط على الـ UN والديستنس نغيرها لمثلا سنتيمتر أو الوحدة اللي أنت تحب تشتغل فيها، ونضغط على أوكي. أوكي، بحيث إننا ما نرسم فراغ فاضي وما نعرف المقاسات اللي إحنا نرسمها، ونرجع نصغرها مرة ثانية. فبعدها من كرييت نختار اللاين، نبدأ نرسم الشكل ونرسم بالمقاس اللي إحنا نبغاه، نخليها صغيرة مثلا 6، إنتر، وبعدها نجي من هنا نرسم مرة ثانية 6، انتر، ونقفل الشكل. فاحنا رسمنا المثلث الاول، نحدد على اللاين اللي نبغى نسوي لها ميرور للاتجاه الثاني. بهذه الحالة احنا نبغى هذا اللاين، وعلشان نرسم اللاين الثاني نضغط على كنترول بحيث ان نحدد الاثنين، نضغط على MM ونختار هذا، نضغط على هذا اللاين، نضغط MM او من الموديفاي نختار هذه الاداة اللي هي الميرور. طيب بعدها في الجهة الثانية نحتاج هذا الخط وهذا وهذا، نضغط على MM مرة ثانية ونسوي لها بحيث انه يسوي لها ميرور للاتجاه الثاني. احنا الان رسمنا الشكل، بعدها الان بنبدأ نضيف الليبلز. من كرييت ايضا نختار ليبل، اول ليبل نبغى نضيفه اللي هو اسم الغرفة، نحطه من هنا، اما نضغط ضغطتين على اللي احنا نبغاه بحيث انه ينضاف مثلا بهذا الشكل، او انه نستخدم هذه الاسهم نضيفها كذا او نلغيها كذا. ضفناها، نضغط على اوكي، فهنا نضغط عليها نرفعها شوي على فوق. زي ما احنا شايفين لما نجي نحركها بتغطي على اللي تحتها، فاحنا ما نبغاها بهذا الشكل، وبعدين اسم الغرفة كبير. فاللي نبغى نسويه نضغط على edit type ونبدأ نتحكم، طبعا هذه كل الاشياء presentation، نضغط على duplicate مثلا نصغر شوي الخط نخليها مثلا 2، نمسح هذه الاثنين، نضغط على اوكي، ومن هنا نغير التكست سايز مثلا نخليه 2.3 او 2.5، ومن هنا نغير هذا الاختيار الباك جراوند بحيث انه لو كان اي شيء تحته يكون ترانسبيرنت او شفاف، نختار الاختيار الثاني ونضغط على اوكي. فصغرناها بهذا الشكل، وايضا ممكن نصغرها شوي كذا او عادي لو تبغاها كبيره. الخطوه الثانيه الحين بنضيف الفينيشز، زي ما قلنا نروح مره ثانيه لكرييت وبعدها ليبل، ومن هنا نبدا نضيف الليبل اللي احنا نبغاه، نختار المكان نضغط عليه ضغطه واحده. بعدها احنا قلنا اول شيء من الصورة عندنا اول شيء اللي الفلور، نضغط على الفلور، نضغط على حرف الاف، نضغط على ضغطتين او من هذا السهم، وبعدها لو ضغطنا على اوكي بيكون عندنا مكتوب بشكل كبير، فاحنا ما نحتاجه بهذا الشكل، نضغط على سكيب، نحدد عليه، ممكن نضغط على ادت من هنا او من هنا ادت ليبل من اي مكان. بعدها مثلا نخليه بس فلور فنش بس كذا كرمز، وبعدها نضغط على
بوكي. ممكن أيضا نصغرها، نضغط على Edit Type ونخليها أصغر من اسم الغرفة، نضغط على Duplicate نخليها مثلا 1، نضغط على OK نصغر الخط مثلا 1.3، وأيضا لو تبقاها تكون شفافة نجي من هنا ونختارها أيضا Transparent ونضغط على OK. ممكن ناخذها Copy Paste ونغير عليها، أو ممكن نضيفها مرة ثانية، بس هنا نختارها الواحد، نحركها بهذا الشكل بالأسهم اللي على الكيبورد. طيب بعدها نعيد الخطوة هذه مرة ثانية، Create Label نحط عليها بهذا الشكل، ونستعين بالخطوط هذه بتساعدنا بحيث أن نخليها aligned مع بعض، يكون البرزنتيشن مرتب. بعدها نحط الوول نضيفه بهذا الشكل، ونضغط قبل نضبط من هنا نمسحها ونحط F ونضغط على OK، نضغط على Escape مرة ثانية، نحدد عليها ونختارها الأصغر، وطبعا ممكن نصغرها بهذا الشكل، نحدد عليها ونصغر المكان بحيث انها تكون مناسبة. طبعا ممكن نسوي Copy Paste ونغير عليها عشان ما نعيد الخطوات، او ممكن نسويها مرة ثانية من Create Label نضغط من هنا. بعدها هنا بنحط Ceiling نضيفها، نمسح ونضغط على OK، نعدل عليها، نضغط على Escape نختار الواحد، نصغرها آخر واحد مرة ثانية، Create Label ممكن هنا نشوف الانترسكشن عشان يكون aligned، ونختار آخر شيء البيس، نضغط على حرف البي نضيفه، نضغط على OK قبلها بس نضبط على التكست، ونضغط على OK نحدد عليها ونختار الواحد، نصغرها بحيث انها تكون مقاسها اصغر من كذا، ونتأكد انها كلها aligned مع بعض. لو جينا نحرك خلاص كلها aligned مع بعض. لو تبغى تضبط في البرزنتيشن زيادة بحيث ان تغير الفونت او الكلر، تحدد على اللي تبغاه، نضغط على Edit Type ونغير من هنا، لو تبغى خط ثاني او لو تبغى لون ثاني من هنا تعدل كل التعديلات، او حتى لو تبغاها Italic او غيرها نضغط على مثلا بولد ايتاليك، وبعدها اضغط على اوكي. لو خلصت من كل شيء وصار كل شيء تمام بنحفظها، بعدها نسوي لها لود للبروجكت، نحفظها اول عشان يكون حتى التسميه صح في المشروع. نختار فايل، نختار سيف، نحطها بالمكان اللي احنا نبغاه مثلا نسميها مثلا 2، وبعدها نضغط على سيف، بعدها نختار لود انتو بروجكت فصارت موجوده في المشروع. الآن اللي بنسويه إنه بنروح للأركيتكتشر ونضيف روم تاج، طبعاً لأنه ما رح نقدر نضيف روم تاج بدون الروم، لازم نضيف روم للغرفة أو الفراغ، فنضيفها بهذا الشكل، نحطها بالمكان اللي إحنا نبغاه. من هنا طيب كيف نضيف المعلومات؟ بنحدد، ما نحدد عليها هي نفسها، لأنه بتكون عندنا معلومات الروم تاج من البروبرتيز، لا بنحدد على الغرفة نفسها اللي هي الروم، ومن هنا نقدر نضيف المعلومات، يعني نقدر نضيف رقم الغرفة، ممكن اسم الغرفة أيضاً نغيره. ومن هنا نضيف التشطيبات، ممكن نخلي هذا مثلا 2 5 3 7 أو 8 1، يعني الرموز أو الأرقام اللي أنت تبغاها بحسب جدول التشطيبات. لما تخلص اضغط على Apply وصارت عندنا بهذا الشكل، وتروح لكل الغرف وتضيفها بهذا الشكل، جدا سهلة وبسيطة. وممكن أيضا تسوي سكجول وتتحكم فيها من السكجول، وهذا أيضا اللي بنشوفه في الدرس القادم. والهن نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه أشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وبكذا يكون تساعد إن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمك الدائم. إن كان عندك سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد مشاركته في التعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.